بصراحه انا فاجئت. هو انت مش قلتي امبارح ان انت تعبانه وانا قلت لك خلاص انا عايزه اشوفك النهارده بس ما حدش قال لك تعالي. صح كده. ايوه بس هي جايه من مسافه بعيده وانا مش فاهمه في ايه. بس سبعة عشان ايه ده ايه ده يعني. اصل هقول لك هي صاحبتي القديم وكمان هي عروسه فاحنا كنا لسه بنفكر ازاي هنظبط بقى لون الفستان. ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني جدا 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 طبعا. عدى بقى حاجات كتير جدا كانت مخيفه وحاجات كده يعني كانت في فتره في حياتي ما كانتش حلوه خالص تمام زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي انا بتفاداها بعيدا عن ان في تنجيد برضك لسه موجود سيكا بس ايه انا خلاص بقى يعني تعودت وباخد مسكنات فالدنيا تمام معايا. وحشيني وحشيني كتير. قولوا لي يا جماعه لو انا وحشتكم قولوا لي لو اي حاجه قولوا لي يعني كده كرموني اي حاجه من الحاجات دي كلها. دلوقتي انا جايه لي توتا تمام وقتك بتاع الروبيكيا. دلوقتي انا جايه لي توتا ويعتبر دي اول مره هتجيلي فيها توتا. انا كنت روحت لها قبل كده بس هي ما جاتليش وما جاتش العبور قبل كده فهي بقى باستغرابها والكلام ده كله وحكايات كتير. anyway انا قررت ان انا هعمل فيها مقلب وهطلع عينيها بمعنى الكلمه وبس. ليه؟ هي عملت فيها مقلب فانا برده لها برده ان هي كانت عملت مقلب قبل كده مع الاخت حبيبه لما سرقوني تمام. فانا قررت ان انا هنتقم منها اشد انتقام. يلا بينا نشوف الفيديو هيبقى ماشي ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين المقلب مش هينفع يكمل من غير مساعده والمساعده دي جايه لي من وزه. فين وزه؟ ايه ده فينك انت دلوقتي؟ فين وزه يا جماعه؟ خلاص هتشترك معايا في المقلب وهتشترك معايا وهنطلع عين توتا تمام اكيد دي اكيد. وكل الناس تقول للاخت تعالوا الفيديو لو سمحت لايكات كتيره جدا وتقولوا لها بقى مبروك مبروك الخطوبه بتاعتها هتبقى في الايام المقبله ان شاء الله. فهتشوفوا بقى ايه حاجات كتيره بقى طبعا 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 تنظيم الخطوبه وطبعا انا منظمه تمام اللي هكون موجوده. فانتوا هتشوفوا بقى حاجات وفيديوهات حلوه كتير. يلا بقى نخش هنا على المقلب. طب يا جماعه دلوقتي توتا كلمتني وانا وصفت لها الطريق ولسه مدخلاها من العماره وشاورت لها وعملت لها باي وكل حاجه تمام. فهي دلوقتي المفروض ان هي طالعه السلم. بصوا انا ظبطت الموبايل وظبطت المكان وظبطت كل حاجه. هي مش اول مره تيجي فمستحيل تشك ان انا عامله فيها مقلب ومستحيل اهي جت زينب بقى. ده ليه يعني صاحبتي انا على فكره يا رخامه انت؟ لا هي صاحبتي بقول لكم انا هروح ادخل اجيب الدواء عشان انا عامله ايه. عامله ايه؟ عامله ايه يا عروسه؟ سيبيني انت خلاص باذن الله. فاضل لك تكه. لا ده لسه خطوبه لسه خطوبه. ربنا يسهل ربنا يسهل. ايه يا اختي؟ هاخد الدواء بتاعي تعبانه. ده افلام مضاد للالتهابات ده كده بتاخد بتاع الدرس وده برضه الالتهابات. صاحبتنا متغدغه ما شاء الله عليها. احنا ربنا تعمل. طب هاتي ميه. الف لتر. ايه تعبت يا حسين؟ عرفت ان هي تعبت امبارح. عرفت صوت الفجر ونانسي. ده هي مش قادره مش قادره. فاكره ياسمين؟ فاكره ياسمين لما كنت بضربك على عمليه. ايه ده بتفكريني ليه؟ طيب كنت بضربك على عمليه ازاي؟ هي كانت عامله عمليه هنا. كانت عامله عمليه يا بنتي؟ تجميل. فكنت طول ما بشوفها بطشها بالقلم. فهي جت في مره كده يا عم عملت حادثه وكنت عامله عمليه. ايه ده؟ ايوه شفتها خلاص تمام. بس استنى عشان بجد انا تعبانه. ده معاد الدواء يعني؟ لا 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 انا تعبانه. ده بيبقى فاهم مسكن كده كل ما في وجع في الوجع في وجع مش قادره.
يا نوري تعبانه. انت خدتي واحده ولا اتنين؟ لا واحده من المعدات واحده من المعدات بس مش قادره. كانوا اتنين مع بعض يا ماما معدتك تقولي علينا يعني. كويسة طيب. كميتي طب اشرب صاحبتك تعبانة بتصوري الطرحة بشوف الطرحة بتشوفي الطرحة ايه؟ لا انت بتصوري يعني هي تعبانة و ما عندهمش دم نعم؟ بتهزر هي جيسي كده خلاص بقى خلاص شيلي ايدك طيب دي جيسي مش قادره انا بحب اقولها جيسي انت دلوقتي انت مش فاهمه انا في ايه اخلصي انت بتقوليها ياسمينه الايه؟ سمينه السمينه على ايه مش عارفه 50 كيلو تقوليها ياسمينه السمينه خلصت امتحان وبين وجيت هنا ما شفتهمش هما بيسرقوا شفتهم هما بيتحاسبوا عشان الله يخليكي ليا عشان الله يخليكي ليا مش هيلفوني لا بس انت كنت ما قلتيش ان انت جاية نعم يا ماما اللي قالت ان هي انا قلت لك ان هي جايه؟ لا بصراحه انا اتفاجئت هو انت مش قلتي امبارح ان انت تعبانه وانا قلت لك خلاص انا عندي شغل كنت النهارده بس ما حدش قال لي تعبانه صح كده اه صح انت تمام لا وعادي يعني مش حوار كده يعني هي اصل انا كنت المفروض نازله معاكي فانا قايله ان انا هاجي لك وهتنزلي معايا ايوه بس هي جايه لي من مسافه بعيده فانا ما اقدرش اجي مش فاهمه ايه بس السبعه عشان بصراحه ايه ده ايه ده؟ يعني اصل هقول لك هي صاحبتي التقديم وكمان هي عروسه فاحنا كنا لسه بنفكر ازاي هنظبط بقى لون الفستان انت بتقولي ايه يعني كنا هننزل نشوف بقى حوار البلالين عشان نظبطه مع لون الفستان فاهمه حاجه؟ انت حاجه ولا ايه؟ يعني بصي هو احنا المفروض هننزل بعد شويه طب ما انا قايل لك ان انا جايه وهتنزلي برضه معايا خلاص عايزه ممكن ننزل احنا الثلاثه يعني ما هي ما بتحبش حد يبص على الالوان بتاعتها عشان تحب تكون مفضله يعني ده حاجات عروسه يعني عنصر المفاجاه راح فين؟ انا وحياة ربنا تعبانه والله العظيم تعبانه مش قادره انا في مخده انا بعملها طب بتستني معاها اه اسمها يا بنتي ايه بتستني مع اختي انا معرفش اختك اصلا او مشفتهاش قبل كده انا عارفاك انت موجوده في الفيديوهات ماشي بس معرفهاش انا عارفاك انت عارف هنعمل ايه يعني بصي انا مش عايزاك تزعلي بجد والله عايزك تزعلي لا انا اللي هعيط معلش بجد والله صاحبتنا مدردره مش عارفه لا مش جايب لك كوبايه ميه مش تمشي دلوقتي مش راح اشرب بيها راح اعمل بيها اجيب لك كوبايه عصير طيب استني بس هقول لك يا بنت يا بنت استني يا بنت هتعيط يا يعني طب سيبيها يا بنتي سيبيها يا جماعه كانت بتعيط يا حياه ربنا يخرب بيتي انت
طب نقفل زينب هي اللي زينب هي وحي. انا مالي يا جماعه والله والله يا جماعه زينب هي هي الشريره، هي اللي قالت لي اعمل فيكي مقلب، هي اللي قالت لي اعمل فيكي مقلب. ده مش مقلب على فكره، انت قلتي ده اصلا مش فاهمه. خلاص 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 حساسه انا اللي هعيط بدلكم دلوقتي عشان انا تعبانه مش قادره. يا ستي تعالي بقى يا ستي بقى مقلب ازاي اساسا؟ انت كنت بتتكلمي بجد؟ انت لسه فاتحه الموبايل؟ لو انت لسه فاتحه الموبايل دلوقتي وحياه ربنا. ايه ده؟ لا وحياه ربنا بصي فيه متصور قد ايه عشان بس تعرف. اه بصي ده انا مش فاهمه ضايق والله اهي الدقايق قدامي. طب ماشي انت عارفه انا جاي لك امبارح ازاي بتقولي ان انت نازله معاها برضه؟ يا ستي هننزل سوا هننزل سوا. انا بصي بصي انا متفقه معاكي انت، الهانم دي هي اللي جايه زياده علينا. دي هي اللي جايه زياده علينا تمام يعني. انا متفقه معاكي. انا زعلت والله. لا لا يا روحي لا 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 تزعليش خالص. جايه عشان انت تعبانه وجايه عشان انت عارفه انت مخنوقه وحياه ربنا وحياه ربنا والله العظيم انا تعبانه جدا. توتا طلعت وحياه يا جماعه والله ضايقتك بجد. ندوس على عليها وحياه ربنا انا فعلا تعبانه جدا تمام. بس اللي هو ايه بسمين. والله العظيم لسه متضايقه، اصلي كلامها كان يضايق كان رخم. انا اتضايقت وحياه ربنا وحياه ربنا ما قصدي. وانا فعلا يعني انا عارفه ان انت تعبانه وجايه عشان انت تعبانه. خلاص طيب خلاص طيب خلاص انا عملته فيا ده والله العظيم انا اتضايقت. خلاص طيب خلاص متصالحين متفقين مش قوي يعني. صافيه لبن صافيه لبن انا اكل حقي النهارده. اه ننزل ناكل صح ننزل ناكل صح ونخرب. خلاص خلاص. طب يا جماعه بقى ما تنسوش تعملوا لايكات كثيره جدا، وزي ما قلت لكم تقولوا مبروك للاخت زينب بقى تحت الكومنتات. مبروك مبروك يا عروسه. هننزل بعد شويه بقى نقيم تيجي نعمل فيها مقلب قبل الخطوبه قبل الخطوبه. يلا يلا هتتنفخي هتتنفخي. طب يا جماعه بقى هتوحشونا كتير 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 كتير. ويلا سلام بقى عشان انا تعبانه وخلاص مش قادره يا دي يعني.